طلع المنتخب ايطاليا للنهائي علشان ينتظر الفائز من مباراه الدنمارك وانجلترا، انا مشجع للمنتخب الاسباني. يعني عايزين مشجع المنتخب الايطالي في الوطن العربي، معلش سكس فوتبول وكورتك الجميله وسلسله اللاهزيمه الكلام ده على عيني وعلى راسه، بس تيجي قدام منتخب اسبانيا هترجع تلعب زون يا باشا وتلعب كورتك القديمه وتعتمد على المرتدات. عارف ان انت هتقول ان سبينا زولا مصاب واصابته اجبرتني ان انا العب ايمرسون، وايمرسون اللي جابها كلها بقى بيشيلها انسيني لوحده علشان خاطر هو مستني دعم من باريلا، والنهارده ما كانش فيه دعم من باريلا. ما يلزمنيش الكلام ده عزيزي، نص ملعبي كان مسيطر على الجيم. بوسكيتس اللي لعب شوط اول عظيم جدا ما عملوش في مسيرته بقاله 3 4 سنين جنبه بدري الدينامو جنبهم كوكي الخبرات، عملوا نص ملعب كان قادر جدا على ان هو لعيبه منتخب اسبانيا تطلع تضغط ضغط عالي في مساحات بتتغطى من كوكي ومن بدري ومن سيرجيو بوسكيتس. سكند بول اي كره طايشه بياخدها بوسكيتس علشان خاطر تكتشف ان هو ده بوسكيتس بجد ولا دي نسخه قديمه من سيرجيو بوسكيتس. في كره كده اللي هي الكره الاخطر للمنتخب الاسباني الشوط الاول، لو دورت هتلاقي ان لعيبه منتخب اسبانيا عملت ضغط عالي على بونوتشي وكليني، اضطر ان هم يرجعوا دوناروما. دوناروما لعب الطويله، بوسكيتس خد السكند بول بعدها باصي لاوريزابال، اوريزابال لعبها لفيران توريس، فيران توريس لعبها لتاني اولمو، اولمو صوبها بس للاسف تصدى لها دوناروما علشان خاطر تقعد تبص كده الله سكس فوتبول وجايين بتيكي تاكا وجايين بنص ملعب قوي، بس المشكله بقى ما عندناش خط هجوم، لان لو دورت كده على مايكل اوريزابال لاعب ريال سوسيداد هتلاقي ان هو اغلب الوقت بيلعب نص ملعب، فلما تلاقي لعيب بيلعب نص ملعب مرمي جناح فوقتها هتحس ان المدرب عايز يعمل فكره دفاعيه، ودي فعلا انريكي كان بيدور عليها اللي هو اوريزابال هيرجع يعمل وجبات دفاعيه مع سيزار اسبليكويتا علشان الجبهه الشمال بتاع المنتخب الايطالي قويه جدا، بس ده هيكون واحنا مش معانا الكوره، انما واحنا معانا الكوره اوريزابال هيخش العمق وداني اولمو يطلع على الطرف او داني اولمو يخش العمق اوريزابال هيرمي نفسه على الطرف، والناحيه الثانيه هنشوف فيه شويه تقدمات من جوردي البا، بس للاسف جوردي البا كان مقيد بادوار دفاعيه كتير. فقعدنا نبص على منتخب اسبانيا ناقص بس فرود محترم يسجل اي فرصه يتم اتاحتها، نص فرصه ربع فرصه اي حاجه، بس خط هجوم منتخب اسبانيا بيقولوا ان هو لو مسك كره كتير مش هيعمل اي حاجه، وده اللي مانشيني كان عارفه كويس قوي. مانشيني كان عارف ان منتخب اسبانيا بيعرف يستحوذ على الكره، بيعرف ينقل في نص الملعب كويس، بيعمل ضغط عالي، بس عنده مشكله في الفينش، ودي حاجه بتريح الفرقه اللي بتلعب منتخب الاسباني. فمانشيني قرر ان هو العب جيم دفاع ما عنديش مشكله، اعتمد على الهجمات المرتده ايموبولي وباريلا ومعاهم تشيزا، اعتمد على المرتده ما عنديش اي مانع خالص طول ما المنتخب الاسباني مش خطير، كده كده هسجل لان انا عندي لعيبه اون تارجت بيعرفوا يجيبوا، انما لعيبه منتخب اسبانيا مفيش حد بيسجل كتير. فلو دورت على لعيبه منتخب اسبانيا مين النجم جوه الفريق؟ داني اولمو. داني اولمو ده لعيبه امثال داني اولمو ودوك بتاع منتخب بلجيكا هم اللي بيخوفوا منتخب ايطاليا، لان الدفاع بتاع منتخب ايطاليا دفاع بطيء نوعا ما، فعنده مشكله كبيره لما بيلاقي جناح سريع، والجناح السريع بيخوفهم جدا. النهارده الجناح السريع ده بيلعب 9 ونص وبيروح على الاطراف شويه 9 وشويه 11 فبيروح الناحيه الشمال واليمين، وانت عندك مشكله انك مش عارف تتعامل معاه، عندك خط الدفاع بتاعك فيه شويه مشاكل، فلا النهارده ما ينفعش ان انا اطلع العب كره هجوميه، فانا مضطر العب كره دفاعيه. جورجينيو فيراتي وباريلا نص الملعب مش عارفين يطلعوا كوره لقدام لانسيني وتشيزا وموبولي، لا احنا هنرجع نلعب كره دفاعيه ونعتمد على المرتدات وهنجيب زي ما قلت لك هنجيب، وده فعلا اللي حصل. اول كوره بيروح بيها منتخب ايطاليا على مرمى اسبانيا، الشوط الثاني تشيزا بمهاره فرديه بيقدر يسجل الهدف الاول عشان خاطر منتخب اسبانيا يبقى مجبر ان هو محتاجين ننزل موراتا مع الاسف، وموراتا لما نزل خلي بالك اغلب الوقت موراتا كان بيمين ناحيه الشمال، وكان داني اولمو موجود برده كمهاجم سترايكر موجود جوه في السنتر، ودي قعدت ادور عليها. طب هو بيلعب فعلا 4 3 3 وموراتا بيلعب شمال، ولما نزل جيراردو مورينو بيلعب يمين، وقدامهم بيلعب داني اولمو بيلعب في العمق، اللي هو انت لسه مكمل فعلا بداني اولمو في العمق، بس دورت لقيت ان هو منزل رودري وبوسكيتس، فرودري وبوسكيتس هم اللي هيقفلوا على التقدمات اللي موجوده على الاطراف وبجانب ان بيدري جوه الملعب. خليك يا بيدري انت ممكن تعمل اي حاجه غير انك تسجل او تصوب، الحاجات دي ما بتعملهاش اساسا. فكده كده منتخب اسبانيا كان بيدور على ان هو محتاج يجيب هدف التعادل، هدف التعادل ده انت كده كده فاتح اللعب وبتعتمد على ان امريك لابورت بيقدم مستوى مميز هو وايريك جارسيا في الحالات الدفاعيه، وناي سيمون بيلغوش وبيعمل حاجات غريبه في الطلعات بتاعته، بس ربنا يستر وهنهاجم. وفعلا موراتا بيجي يستغل الوان تو اللي عملها مع داني اولمو وبيسجل هدف التعادل علشان خاطر المباراه تسخن. اول ما انريكي مسجل الهدف الاول قال لك في حد عندنا بيهاجم يا جماعه، قالوا له مع الاسف نزلت الاثنين في العوده اللي حالتنا، قال لك طب انزل يورينتي يلعب ناحيه اليمين ونلعب عرضيات شمال ويمين بقى، ويمكن جيرارد مورينو ومراته يخلصوا المباراه قبل ما نوصل لاكسترا تايم، في حين ان منتخب ايطاليا الناحيه الثانيه لقينا ان هو منزل
ماتيو باسينا مكان ماركو فيراتي، واندريا بيلوتي مكان انسيني، ودومينيك برادي مكان تشيرو موبولي، وكمان نزل لوكاتيلي مكان نيكولو باريلا. واول ما بدا الاكسترا تايم لقينا ان في كره اتلعبت من ورا تشيزا، فتشيزا مسك الحضره وقال لهم محتاج اغير، معلش انا فانت مضطر تغيرني وتنزل برناردسكي، وفعلا نزل برناردسكي. بس الاكسترا تايم كنا شايفين ان الموضوع وان سايد جيم بالنسبه لمنتخب اسبانيا، ومنتخب اسبانيا ما عندوش حلول ان هو يسجل، فخلاص يا معلم الكوره اللي ضيعها اورزابال خلاص مش هتتكرر تاني، وهنلعب ضربات جزاء. ولما نلعب ضربات جزاء خلاص انت رميت كل حاجه على الحظ وعلى تالق الحراس. وتالق الحراس بصراحه كان عندي امل ان يوناي سيمون هيصد، يوناي سيمون صد، داني اولمو دخل ضيع، قلت بس هي كده خلصنا بشياكه، لان اول ما داني اولمو ضيع قلت في واحده كده مراته هياخدها، لان مراته لسه مسجل، فمراته هياخد واحده هيجي مضيعها، الدنيا بالنسبه للمنتخب الاسباني هتبقى في البلاله. وقد كان عزيزي فعلا مراته كان كفيل ان هو يخش يضيع، واخر واحده جورجينيو بيعمل كده يوناي سيمون راح سجل، وبعد كده يقول انت برنس والله يا جورجينيو، عشان خاطر الناس اتحرق دمها، والباشا قاعد بيقول جورجينيو انت معلم وضحكت عليا. فهنعمل ايه عزيزي مشجع المنتخب الاسباني؟ هذا قدرنا، كنا متوقعين الخروج، ولكن الخروج بالمنظر ده بصراحه خروج مشرف وخروج بديع جدا للسيد انريكي والكتيبه بتاعته، علشان خاطر منتخب اسبانيا بيلعب دور اربعه وهتلاقي فيه ثالث ورابع، ف تحيه وتقدير للسيد لويس انريكي. اما منشيني الناحيه الثانيه، فمنشيني في عز مقاره ان هو يلعب مباراه دفاعيه عرف يكسبها بشويه حظ، واحيانا العظماء بيكونوا محتاجين حظ عزيزي، يعني تخيل اي واحد عظيم كده في مسيرته الرياضيه جه اتصاب قبل مباراه مهمه، هتلاقي ان الراجل ده كمل السيناريو العظمه بتاعه، فلما تلاقي منتخب ايطاليا لعب جيم سيء والحظ ساعده ان هو يكسب، اعرف ان منتخب ايطاليا ان شاء الله هياخد البطوله، لان صعب ان انا بعد تالق رحيم ستيرلينج الاقي منتخب انجلترا ياخد، ما اقبلهاش ابدا عزيزي. معلش اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش برضه اعمل سبسكرايب، معلش اطلع مستفيد منك باي حاجه عزيزي، مش هبقى حرق دم في 120 دقيقه وانت ما بتعملش اي حاجه في الفيديو.